خلينا نخش بقى في السؤال بتاعك. اكلات او اكلات بتضر الحليب للام المرضعه. اكلات ايه هم؟ ايه هم بقى؟ ممكن مثلا يكون اول حاجه كده ايه ده؟ فشار؟ شوفان؟ ايوه اسمه هنا بالتركي، بالتركي هنا بنسميه يولاف. يولاف اسمه يولاف اسمه. ده شوفان ده صح؟ هو الشوفان. الشوفان من اكثر الاطعمه اللي انا بوصي بيها كطبيب تغذيه عشان نزود الحليب عند الام. وحتى هنا مثلا وليكن في تركيا بشكل اساسي بوصي بيه، مثلا لو حد مثلا وليكن حامل حتى من غير ما تقول لي مثلا وليكن، لا بنوصي بيه مثلا وليكن بشكل مستمر، حتى بحطه في ضمن النظام الغذائي، لانه بيحتوي على البروتينات، بيحتوي على الفيتامينات، بيحتوي على المعادن، بيحتوي على كميه عاليه جدا من بيحتوي على كميه عاليه جدا من الالياف. يبقى قلنا برضو ان الشوفان بيحتوي على حاجه اسمها بنسميها ايه حبيب، الالياف الغذائيه اللي بتساعد على الشبع لفتره طويله، برضو زائد ان برضو بيحتوي على مركبات نشويه بنسميها البيتا جلوكان، دي بترفع من تركيز هرمون الحليب. دي بترفع من تركيز هرمون الحليب عند اللي في الشوفان. الشوفان ممكن الشوفان بنحضره بالميه او والحليب، وممكن نرش مثلا في 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 في, في عده اطباق مثلا نحضرها خلال اليوم، او في وصفات طبعا كتيره في الشوفان دي. المهم يبقى الشوفان يكون موجود عندنا. الحاجه الثانيه برضو اللي بنتكلم فيها، بنتكلم عن المكسرات النيئه غير المملحه من الاطعمه المحفزه للحليب، بالاضافه زي السوداني واللوز والبندق مثلا والكلام ده، زي اللوز والجوز. اهم حاجتين بنقول اللوز والجوز، الافضل للحليب اللوز والجوز. اللي هو جوز الهند؟ اللوز والجوز في المكسرات. عين الجمل. ايوه الجوز ده اللي هو جوز الهند. عين الجمل. والله عين الجمل. تمام. يبقى ليه المكسرات بقى؟ لانها بتحتوي على البروتينات والزيوت الصحيه غير المشبعه اللي بتحتوي على الاوميجا 3 المفيده لنمو دماغ الطفل وجهازه العصبي، فنقدر نقول المكسرات. برضو الحاجه الثانيه الخضروات الورقيه الداكنه اللون او الخضراء. الخضروات الورقيه بتحتوي على الفوليك اسيد او حمض الفول، وده مهم جدا ليكي ومهم جدا للطفل، عشان كده تلاقي مفيش روشته تخرج من عند الطبيب الا وفيها افراز الفوليك اسيد او حمض الفوليك. ليه؟ لان الكلام ده كان الكلام ده هو كان في الحمل المفروض، والحمل والرضاعه ايضا. يعني الفوليك اسيد المفروض يتاخد في الرضاعه؟ مش شرط كاكراس، ما انا بقول لك بناخده من الخضروات الورقيه الخضراء، ما هو الخضروات الورقيه الخضراء فيها الفوليك اسيد. يعني ناخده من المصدر الطبيعي، مش لازم نجيب اكراس. ده لو واحد مثلا تعبان ومريض ومحتاج مثلا اكراس عشان هو مثلا اكله يعني عنده نقص او عنده شيء معين، فبنضطر نجيب اكراس. لكن واحد مش لازم. الخضروات زي ايه مثلا؟ السبانخ، الجرجير، الشبت، السل، الكرنب، الكرنب الاخضر مثلا، الملوخيه، البقدونس، الخس، البروكلي، دي برضه كلها حاجات جميله جدا. ممكن برضه المشمش. برضه طبعا من ضمن الحاجات الفعاله جدا والقويه جدا بتحتوي على الحمض الامين التريبتوفان، وبالتالي بيجعله من اكثر الفواكه اللي احنا اللي بتحفز على انتاج هرمون الحليب. يبقى المشمش برضه من ضمن الحاجات اللي بتحفز الجسم على انتاج هرمون الحليب. الجزر والبطاطا، الجزر والبطاطا والجزر. الجزر والبطاطا والبنجر برضه بيحسنوا انتاج الحليب، الجزر والبطاطا والبنجر. البروتينات. البروتينات وخصوصا المأكولات، البروتينات من المأكولات البشرية.